مدينة الرمال الذهبية ودرة المجال الصحراوي المغربي، لا تتوقف أي لحظة عن استقبال الزوار من كل أرجاء المعمورة. يأتيها السياح في كل فترات السنة، حتى في الأشهر التي تعرف درجات حرارة عالية. تستقطب هذه المدينة الصغيرة المعروفة برمالها الساحرة رواد السياحة الاستشفائية، فزائرها لابد وأن يعيش تجربة حمام الرمال. فهذه التجربة لها طقوس خاصة، تبدأ بتحديد الزمان والمكان وتنتهي بشرب الشاي المحلي. حيدوا لي حرام السي أحمد باقي أوكي. هذه تقريبا واحد 15 عام وأنا كنعاني من لي طروبل أرتيكولار، تو سكي أرتيكولاسيون، يعني المفاصل. وهذه السيارة جيت ديريكتومون المرزوقة. دابا كنتواجد هذا النهار الثالث، ودابا انا حاليا كنتواجد هنايا في ميزون مرزوقه، ومشيت تدفنت هذه 3 ايام. الحمد لله كنحس بواحد التحسن، يعني هذه صافي 3 جوغ ديال 60%. 60% راه ماشي سهله، وكاين الاخوان هنا اللي كيتكلفوا بك، كيديواك وكيطمروك، ومن بعد ما كتسالي بالطمير كيلويوك بواحد البطانيه وكيدخلوك لواحد الخيمه اللي جات في وسط الصحراء، يعني وكترتاح وكتعرق واحد العرق، يعني هذاك سبحان الله العظيم ولي فيه الدواء، ديك شيء إلهي، ولكن ما كتضرش، يعني ما كيوقع لك حتى شي ضرر. جمال مرزوقة تؤتت مجالها الصحراوي الإبل أو الجمال، وتستقبل زوارها بألبانها الطازجة الصحية، بل تقودهم في رحلات لاستكشاف معالم المدينة الساحرة. هذه المدينة ترقد بهدوء في أقصى الجنوب الشرقي للمملكة، حبل من مفاجآت، ومن هذه المفاجآت ما تحتضنه المدينة من متاحف كالمتحف الوطني للسيارات العتيقة، والذي يمتد على مساحة الهكتار أو يزيد. يضم أنواعا نادرة من السيارات والماركات العالمية، والتي يعود بعضها إلى سنوات الأربعينيات. يتوافد على المتحف سياح من جنسيات مختلفة، يقودهم الفضول لاكتشاف عالم السيارات. My name is Zamir Sheikh, traveling from Amsterdam. We got here in Merzouga 2 days ago, and a friend of mine gave me idea to come here to get engraved in the sand dunes. So we did it twice, and we also saw the sunrise coming up in the sand dunes, which was perfect, beautiful. And then we had a visit to the Jeep Museum, a local village, and then we went to the Gnawa local music studio, and we enjoyed the live performance, and we had a great time here. ومن الأماكن الغنية والمعروفة بالمنطقة والتي يمكن للزائر زيارتها والاستمتاع بها قصبة جناوة، التي تعد مدرسة في فن جناوة ومحجا لعشاق هذا اللون الموسيقي. هذه القصبة تضم مجموعة بشرية سمراء البشرة، لا زالت تخلد موسيقى جناوة الروحية، تذكرنا ملابسهم البيضاء وكلماتهم الروحية وحركتهم التي تصاحب إيقاع قراقب آلة الجمبري، ارتباطهم بهذا التقليد الموسيقي المتوارث أبا عن جد. حسن
السنساقاوي مسير مأوى دار مرزوقة للضيافة منطقة المرزوقة بالضبط حسي البيض من 2000 هذه نقولوا تقريبا واحد 24 سنة. منطقة معروفة عندنا يعني تيجيو الأجانب من أي منطقة في 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 من العالم باش يشوفوا غروب الشمس وطلوع الشمس وركب الجمال. يعني الناس تتمشي تشوف غروب الشمس بجمال وطلوع الشمس تيمشيو يباتوا وسط الرملة فيها متحف اللي هو بالضبط في المنطقة ديال تنموس وفيها حتى الناس يمشيوا يشربوا الحليب ديال النقا اللي هو معروف صحي 100% لأن النقا تبارك الله فيها المنافع. مرزوقة تعتبر من المقاصد السياحية الجاذبة والتي يحبذها السياح من داخل المغرب وخارجه. الزائر والقاصد لهذا الفضاء المفتوح على الطبيعة سينبهر بجمال أجوائها وألوان رمالها الذهبية وترحاب ساكنتها.